صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاء يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
As-salamu alaika daim bilang tita'i. As-salamu alaika Ahmadu ya Habibi. As-salamu alaika Zainal Anbiya'i. As-salamu alaika Atqal Atqiya'i. As-salamu alaika Taha ya Tabibi. As-salamu alaika ya Miski wa Tibi. As-salamu alaika Zainal Anbiya'i. As-salamu alaika Atqal Atqiya'i. As-salamu ala al-Muqaddam fil imamah. As-salamu ala al-Mutawwaj bil karamah. As-salamu alaika Zainal Anbiya'i. As-salamu alaika Atqal Atqiya'i. As-salamu ala al-Muzallal bil ghamamah. As-salamu ala al-Mushaffa' fil qiyamah. As-salamu alayka Zainal Anbiya'i. As-salamu alayka Atqal Atqiya'i. As-salamu ala al-Mudallal bil ghamamah. As-salamu ala al-Mushaffa' fil qiyamah. As-salamu alayka Zainal Anbiya'i. As-salamu alayka Atqal Atqiya'i. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa azma sya'nuh, khalaqal khalqa li hikmah wa ta'a 'alayha 'ilmah. وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم
salli wa sallim wa barik ali wa la ali. Tajalla al-haqqu fi 'alami qudsihi al-wasi', tajalli yanqadha bi-ndishari fadli fil qarib wa shasi'. Sallallahu alayhi. Falahal hamdu alladhi la tanhasru afradu bi-da'dad, wala yumallu takraru bi-kathrati tardad, haythu abruza min 'alami al-imkan surat adal insan, yatasharraf bi wujudi thaqalan wa tandashiru asraru fil akwan, fama min sirrin ittashala bi qalbu munib illa min zawabi fadlillahi ala hadal habib. يا لقلب سروره قد توالى بعبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجدي وتعالى لا عدت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويهار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر العجيب ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تنبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك العذان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال.
صلاه يتصل بها روح المصلي عليه صلاه يتصل بها روح المصلي عليه صلاه يتصل بها روح المصلي عليه صلى الله عليه وينبسط في قلبي نور سر تعلقي بي وحبي ويكتب بها بعنايه الله في حزبي وعلى اهلي وصحبي الذين ارتقوا شوه المجد بقربي وتفيأوا ظلال الشرف الاصلي بودي وحبي ما عطر الاكوار بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم وشف الصلاه والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم فقدت القدرة الباقرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فما فلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين قابل وصف الكمال المطلق والحسن التام والسين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمس عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع أخر وقد قضت الأقدار الأزلية بما قدس وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت فخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرهام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر فنورا هيا الأفضل ظهوره وبهر وتعلق سمة الراكم لهذه الحروب أن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف فإن كانت الأصل لا تفي بأشم الشهر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تذوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقي سرايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة فعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان من روح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بدرة من هذا قل لك ما لي لك ما لي ماذا يؤثر عن أولاك مقالي يا بدرة من هذا قل لك ما لي لك ما لي ماذا
يا بدرة من هزا كل كمال مدى يعبر أنه لك مقالي أنت الذي أشرقت في الأفق الأولى بالأنوار كل ضلال ضلال أنت الذي أشرقت في الأفق الأولى فمحوت بالأنوار كل ضلال يا بدرات من هذا كمالي ماذا يعبر أنه لك مقالي يا بدرة من هذا كل كمالي استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال يا رسول الله بالنور والإنعام والإفضال صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل
هنا سنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب أخبار وآثار تشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنزى في حدائقه الأسماء والأبصار لقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور الموضوع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم فقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث لقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا لما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين نقل هذا النور من دم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلا من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة سيدة كريمة آمنة فتلقوا صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها وتمت أنشاؤها لله محافظة على حق هذه الدرة وشونها حملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشارة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوز الفضل لتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله ومنذ أنيقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المشونة والكون كله يشبه ويمشي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقرش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة صلى الله عليه وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطرة الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزور صلى الله عليه وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهين قرب عوان وضي هذا الحبيب على ند السماوات والأرض وما فيهن بترهيب أمضى الوجود الإلهي على أهل الوجود تسد فالسنة الملائكة بتبشير للعالمين دعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور صلى الله عليه نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يدعو عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من أفور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فالتوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفلق شبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مرينا لله بالتبليغ والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات وعليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات وعليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولي أهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات ثم عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن غرد واستهدئوا بجمال فقف الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات ثم عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المصطفى
سعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وبجاه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ Ya Allah kaibihi nasad wa nurshad ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi balighna bi jahi ya Allah fi jiwari khair maq'ad ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah salatun wa hitagsha ashrafa Muhammad
رفيقيني مرحبا وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك صلوا على النبي محمد وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ظرفه إلى السماء منبئا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مجد وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله الله عليه وسلم ولد مختونا مقحولا مقطوعا سرة تولى ذلك لشرفه عند الله عليه القدرة ومع قدرته إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم قال ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وقد ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا ورؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة فهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشأته تعطرة الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلق عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه أن أمسك أئنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه ختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز الهدي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز الهدي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز الهدي خير البرية بحر فضل وتاج عدل جدري بواصل قبل المنية يا بحر فضل وتاج عدل يدلي بواصل قبل المني خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كوز العطية
خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كوز العطية إني مهيب بذكر آمد بشر مهيبا ولو برؤيا إني مهيب بذكر أحمد بشر مهيبا ولو برؤيا الله فصرت عبدا مملوكا له الله أكبر لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بذكرها يا أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بذكرها الله أكبر لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له الله أكبر لما ناداني هو فصرت عبدا صلي وسلم وبارك علي وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأمين الأكبر المحبوب لك والمخصص في شرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك أوس إرشادك لأهل ودادك
sayyidil kaunain wa asyrafil thaqalain al-amadil mahmum bil khalis al-makhsusi minka bi ajalil khasais Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadrati qadirabihi min ahbabi اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئ بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمر وأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشريف وجهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد واتم راية الدين القويم في جميع الأقدار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واشف اللهم كرمنا المكرومين وقضي دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل التوبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في حسن الحشير من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا هاتمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة